تاريخنا في هواك. أنت أحوازنا وتلك نجوم قد أضاءت بها حدود سماك، قد أضاءت بها حدود سماك. الأحوازيون عرب أقحح، ينتمون إلى قبائل عربية عريقة وضاربة في التاريخ. يعتز الأحوازي بعروبته ويفتخر ويفاخر بها كحال أي عربي في أي قطر آخر. جذور قبائل الأحواز وأهم القبائل العربية ومظاهر العروبة لدى الأحوازيين هو موضوع أمسيتنا الرمضانية هذه، فأهلا وسهلا بكم. الشعب العربي الأحوازي جذور عربية، وأيضا يرجع على العنصر السامي في الأحواز، وله حضارات عديدة، أولها حضارة عيلام 4000 عام قبل الميلاد، وتليها حضارة ميسان، وهناك أيضا ممالك عربية يعني تأسست في الأحواز وعلى أرض الأحواز، وهذه تثبت جذور الأحواز العربية والسامية. لو لم يكن أصلا جذور تاريخية للشعب العربي الأحوازي لما استطعنا أصلا بأن نطلق عليه صفة أو تسمية شعب بموجب القانون الدولي. جذورها تمتد في أرض الحجاز وأيضا أرض اليمن السعيدة. الأحواز أرض عربية سليبة تضرب جذورها في أعماق التاريخ، يدل على عروبتها قبائلها العربية العريقة، بنو تميم، بنو مالك، بنو طرف، بنو كعب، بنو لام. الأحوازيون هم ينتمون إلى قبائل عربية أصيلة، وهي تنحدر من الجزيرة العربية، وأعتقد أنهم أكثر أصالة من الكثير ممن ينسبون الآن إلى العرب. القبائل التي قطنت الأحواز كقبيلة بني تميم وقبيلة كعب تعتبر هذه القبائل من بناة الأحواز، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، القبائل التي قطنت الأحواز قبل الإسلام وليس بعد الفتح الإسلامي قبائل بنو لخم، بنو العم، بنو أياد، قبائل بنو تميم. فالقبائل الأحوازية قبائل عربية عريقة تعود لأعرق القبائل في الجزيرة العربية واليمن والعراق. نفس القبائل التي توجد مثلا في اليمن، على سبيل المثال بني كعب هم متواجدين في السعودية وفي اليمن وفي الإمارات وفي الأحواز والعراق أيضا. مثلا قبيلة مذحج يعني لديها قاعدة كبيرة في اليمن وأيضا متواجدة في الأحواز. على سبيل المثال عشيرة بني كعب وهي عشيرة كبيرة بالأحواز، وعشائر شمر وآل كثير وكنانة وخسرج وأوس. القبائل العربية في الأحواز طبعا هذا البحث بحث كبير، مع الأسف كتابنا العرب ينقلون بأن الأحوازيين يعني قبائل العربية في الأحواز كانت مهاجرة من شبه الجزيرة العربية أو من العراق دخلت العراق. قبائل العربية في الأحواز امتداد لحضارة عيلام، هم سكان الأحواز الأصليين، هم مو مهاجرين، بس امتداد للقبائل الموجودة في الوطن العربي كقبائل تميم، ربيعة، مضار، شمر. أنت منا فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. أنت أحوازنا وتلك نجوم قد أضاءت بها حدود سماك، قد أضاءت بها حدود سماك. نعم، لا شك بأن في الأحواز المعروف والمتعارف عليه ما من مواطن عربي في الأحواز إلا ويعرف كما نقول أصله وفصله وأجداده وقبيلته وعشيرته وفروعها وامتدادها وجذورها وغير ذلك. مظاهرهم هي بالعربية دواوين العرب
يعني إذا أنت يعني تضيف الأحوازيين يستقبلوك بالتمر والقهوة، فهذا موجود ورث حضاري وتاريخي للأحوازيين. والمضيف الأحوازي أي بيت حتى إذا ساكن في الصحراء كما نقول أم منطقة نائية عن المدن الأحوازية فيملك مضيف. عندما تذهب إلى الأحواز وفقط أن تتمشى في شوارعها تشعر بأنك أنت في دولة عربية، في مدينة عربية خليجية. فحضرتك لما تنتقل من البصرة إلى المحمرة فما تجد بين أرض الأحواز يعني فارق معين نهائيا، امتداد النخيل من البصرة إلى المحمرة إلى العبادان إلى الدورق، وهكذا إذا أتيت من جانب محافظة ميسان العراقية فتجد أن الأرض واحدة، يعني عبارة عن قطعة جغرافية مترابطة مع بعضها البعض. البيئة العربية الموجودة في الأحواز، النخيل وكلما وكل صغيرة وكبيرة في الأحواز تثبت أنه هذه الأرض وهذا الشعب عربي وينتمي إلى الأمة العربية والإسلامية. الكرم والضيافة الأحوازية ما لها مثيل، أوصفها بالوطن العربي ما لها مثيل. فرغم مرور ما يقارب 90 عام ولكن ما زال الأحوازيون يتمسكون بكل شيء يختص باللغة، يختص بالعربية بالأمة العربية لا غيرها، فهذا أكبر دليل على أنهم يعتزون كثيرا بعاداتهم بتقاليدهم بكل المظاهر العربية. احنا من نصب العروبة، احنا مو مستعربين ونفتخر بأن العروبة من نقول أحوازيين. عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال، عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال، عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال. لا أحلى منك ولا أغلى من أهلك فوق المعمورة، حشى أن نرضى ظلمكم أو ننسى أنك مأسورة. لا أحلى منك ولا أغلى من أهلك فوق المعمورة، حشى أن نرضى ظلمكم أو ننسى أنك مأسورة. أنت منا فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. أنت أحوازنا وتلك نجوم قد أضاءت بها حدود سماك، قد أضاءت بها